خاشقجي اسم انتشر كالنار في الهشيم فجأة وبدون سابق إنذار. لقد نجح في أن يجمع الناس وهو ميت عما نجح فيه وهو على قيد الحياة. من هو؟ ماذا فعل؟ ما هو المهم بشأنه؟ لماذا حتى أقرأ عنه أو أسمع له؟ كل هذه الأسئلة متوقفة عليك إذا كنت ترغب بمعرفة الحقيقة أم لا. ولكن تذكر أن ليس كل كذبة حقيقة، وليست كل حقيقة كذبة، وفي الحالتين كل ما يهم هو الحقيقة المجردة أيا كانت غرابتها. فهيا بنا إلى قاعدة البيانات لنعرف من هو خاشقجي وما هو المميز بشأنه ليجعل منه قضية رأي عام. تابع معنا عزيزي المشاهد هذه الحلقة المثيرة. فضلا اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك كل الفيديوهات. جمال أحمد حمزة خاشقجي ولد بالمدينة المنورة عام 1958، وتوج مسيرته التعليمية بدراسة الصحافة في جامعة إنديانا الأمريكية قبل أن يبدأ مسيرة مهنية امتدت على مدى أكثر من 30 عاما. بدأ خاشقجي حياته المهنية كمراسل صحفي، وعمل في البداية مراسلا للصحيفة السعودية الناطقة بالإنجليزية سعودي جازيت، وفي الفترة من 1987 إلى 1990 عمل مراسلا لصحيفة الشرق الأوسط وصحيفة أرب نيوز السعودية الصادرة بالإنجليزية، وعمل لمدة 8 سنوات مع صحيفة الحياة. لمع اسم خاشقجي في تغطية أحداث أفغانستان والجزائر والكويت والشرق الأوسط في تسعينيات القرن الماضي ليصبح واحدا من أشهر صحفي بلاده. وفي عام 1999 عين نائبا لرئيس تحرير أرب نيوز، وفي 2003 أصبح رئيسا لتحرير صحيفة الوطن الإصلاحية. لكن لم يمر شهران على تعيينه حتى تمت إقالته من هذا المنصب دون تحديد السبب بشكل واضح. أصبح خاشقجي بعد ذلك مستشارا إعلاميا للأمير التركي الفيصل، سفير المملكة في لندن الذي عين لاحقا سفيرا لها في واشنطن قبل أن يعاد تعيينه في رئاسة تحرير صحيفة الوطن في 2007 حتى إقالته في العام 2010. في العام 2010 تم اختياره ليكون مؤسس ورئيس تحرير قناة العرب الإخبارية المملوكة للأمير ورجل الأعمال السعودي المعروف الوليد بن طلال. وبعد أن أنجز مهمته وبدأ بث القناة من المنامة، تم إيقافها عقب بث أول نشرة أخبار أغضبت حكومة البحرين فيما يبدو، قبل أن يقرر مالكها بداية العام 2017 إغلاقها نهائيا بعد فشل إعادة بثها من عواصم مختلفة. وحتى عندما لا يكون في منصب إعلامي يظهر خاشقجي على الدوام في الفضائيات العربية والأجنبية كمعلق على الأحداث في المنطقة بجانب ما يكتبه في الصحافة من مقالات رأي لا سيما في صحيفة الحياة السعودية، وبالإضافة لما يدونه في حسابه بموقع تويتر. وفي العام 2016 استعانت به مجموعة قنوات روتانا لمحاورة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لصالح إحدى قنواتها للاستفادة من خبرته المهنية ولعلاقاته الواسعة والوثيقة في تركيا ومع كبار مسؤوليها. تصدر اسم الكاتب والصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي عناوين الصحافة العالمية مع بدايات الشهر الجاري الذي انقطع فيه الاتصال بالرجل عقب دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول التي قدمها من واشنطن حيث يقيم منذ نحو عام، ومع إعلان الرياض وفاة الإعلامي المخضرم بشكل رسمي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، لا يبدو أن اسمه سيغيب عن التداول مع استمرار التحقيقات في القضية التي تم توقيف 18 شخصا متهما فيها إلى الآن. انتهت مسيرة خاشقجي في اسطنبول يوم 22 أكتوبر 2018 بعد اختفائه وانقطاع الاتصال به ظهر ذلك اليوم، حيث دخل قنصلية الرياض هناك لاستخراج أوراق رسمية، لكنه لم يظهر بعد ذلك التاريخ قبل أن تعلن النيابة العامة السعودية يوم السبت وفاته. وما تزال السلطات التركية تحقق في أنباء اختفاء الكاتب السعودي المعروف جمال خاشقجي بعد دخوله إلى قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول، وذلك بعد أشهر قضاها خارج المملكة وبدئه نشر مقالات ناقدة للواقع السياسي والاجتماعي الذي حل بها بعد تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد
وذلك حسب ما ورد في رويترز. في سبتمبر 2017 باشر خاشقجي انتقاد سياسة حكومة بلاده حين نشر في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا تحدث فيه عن الخوف والتخويف وحملة الاعتقالات التي بدأت تشهدها المملكة منذ نحو عام، وصفا إياها بالدرامية وأنها طالت الإصلاحيين والمحافظين على حد سواء. جاء مقال خاشقجي قبل أسابيع من إيقافه عن الكتابة في صحيفة الحياة السعودية التي تصدر في لندن بقرار من الأمير السعودي خالد بن سلطان مالك الصحيفة. ففي ديسمبر الماضي أنهت صحيفة الحياة رسمية تعاقدها مع الخاشقجي متعذرة بتجاوزاته وفق بيان للصحيفة، موضحة أنه كان واضحا في التشكيك في الإصلاحات التي تشهدها المملكة العربية السعودية والطعن فيها والعمل على الإساءة لها من خلال المقالات التي كتبها في صحف عالمية. خاشقجي تحدث في المقال الذي نشره بواشنطن بوست عقب إيقافه عن الكتابة في الحياة، وهو المقال الذي حظي بانتشار واسع، عن اضطهاد وظلم حكومة بلاده لطبقة من السعوديين. وأشار في مقاله إلى أن العديد من المثقفين السعوديين بمن فيهم هو نفسه اختاروا المنفى الاختياري مع احتمال تعرضهم للاعتقال إذا عادوا لبلادهم. اللهم إنا ندعوك دعاء من أتى لرحمتك راجيا ولكتابك تاليا وعن وطنه نائيا ولصلاته مؤديا، فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، ونعوذ بك اللهم من شر الغنى والفقر يا ذا الجلال والإكرام. إلى هنا ها نحن قد أمسينا واقفين ببابك وفي بيت من بيوتك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ها نحن نرفع أكف الضراعة إليك، ندعوك فاستجب لنا ونسألك فأعطنا ونستغفرك فاغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا. اللهم فاقبل توبتنا وامح حوبتنا واغفر زلتنا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا علمك فينا سابق وقضاؤك بنا محيط وأمرك علينا نافذ، أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك. اللهم فبرحمتك ثبت خوفك في قلوبنا حتى لا نخاف غيرك ولا نرجو سواك برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. يا من ليس له رب يدعى، ويا من ليس فوقه خالق يخشى، ويا من ليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشى، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا تكرما، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم. اللهم وحد راية الإسلام ورد كيد الكافرين. اللهم كن عونا لكل من قال لا إله إلا الله. اللهم آمين. عزيزي المشاهد، اترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك،
وأخبرنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.